السلام عليكم. توفيق صباح الخير لاباس. البارح سمعت البارح في الاخبار على اللي قال بروبلام تاع الغاز، حبيت كشابار كي تنديك يتخبر على الغاز زعما تكون لافويت. ما تسجله مصالح الحماية المدنية يوميا من حالات اختناق بالغاز في البيوت جراء التسريبات الغازية جعل سليمان يتجه مباشرة لأحد المحلات للبحث عن جهاز يكشف عن تسرب الغاز داخل المنزل. اليوم سمعنا بزاف لي ديغا تاع الغاز والاخر، اليوم جيت نشري لاباراي، جيت نسقسي عن اللي يبيع لاباراي اللي تنديكي الغاز. الناس ما راهيش تطبق لي نورم تاع لا رياسون، يبوج لا رياسون. دركا كاين دي زاباراي سبيسيال اللي تنديكي الغاز، تشم الريحه تاع الغاز تنديكي تسينيالي. هذه لازم انستالاسيون تاعها على بالك، تلحق لها تريسيتي قدام الشوفاج وتحطها 220 بريده 220 باش تبلاصيها. حديث بين هؤلاء الزبائن عن طريقة الوقاية من الغاز والطريقة الصحيحة لوضع الجهاز بالبيت. زبون يطلب سلعة وتاجر يعرض سلعته لإقناع الزبون بفاعلية الجهاز. كاين ميكسور يدخل ميكسور في الكوزينة ولا في الكولوار، هكذاك بريزات برونشيها وفيها درجات على حسب الغاز، على حسب الدرجة تاع الغاز. وين من تشم الريحه تاع الغاز تصوني تقلع وتصوني على حسب الريحه تاع الغاز، كيكون غاز قوي لافويت بزاف تصوني 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 بزاف تنديكي. حالات وفيات يومية ليس اختناقا بغاز المدينة، وإنما في الكثير من الأحيان بفعل تسرب غاز أحاد أكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة وسخانات الماء. جهاز ثاني يكشف عن وجود غاز أحاد أكسيد الكربون بهدف التأكد من فعالية الجهاز، قمنا بتعريضه لدخان محرك السيارات. هذه هي تاع الغاز اوكسيد الكربون، هذا هو الغاز اللي يخنق بزاف الناس واللي يقتل بزاف الناس لا يستر. هذا وين كانت لافوي تاع في الشوفبه ولا في الكولوار ولا عفسه تصوني داخل الشومبره، ما تكون راقد ما تكون حاشا تصوني. هذا هو اللي تصوني الغاز دونجي، هذا اوكسيد الكربون. هي اجهزه تضع حدا لحالات الاختناق وتقلل من خطر الموت جراء تسرب غاز المدينة في البيت أو تسرب غاز أحاد أكسيد الكربون.